حيول اجل مغمرات يا حي. متابعينا مستمعينا الكرام، شوط ينتهي وشوط ينطلق. الشوط الماضي ذهب مع الشاهينية محمد بن راشد بن مبارك النيادي، تسجل حضور النيادي مع الشوط الاول مهجنات الاصايل. نسير مع هذا الشوط، نسير مع هذه التحديات الملموسه مع الشوط الاول الرئيسي للجعدان المحليات الاصايل بهذا الشوط. شوط يحمل نخبه من الجعدان المحليات. هذا الشوط شوط رئيسي ما شاء الله. نسير مع مقدمة هذا الشوط، نبحر مع هذه الأسماء القوية المشاركة، مقرور وشاهين، أيضا الخصوب، وهناك صغان، هناك مسامح، هناك الزود، هناك أيضا العديد من الجعدان تشارك مع الشوط الأول للجعدان. نسير مع مقدمة هذا الشوط، نسير مع المركز الأول، هنا متواجد الآن هذا هو معزم محمد بن سالم بن ذويب العامري، من يقدم لنا معزم. بينما المركز الثاني مغرور ناصر بن مغير بن سالم العميمي. انتقل مع المركز الثالث شاهين الدكتور سعيد بن سالم الشيخ. المركز الرابع هناك الوصول من قبل الذيب لسيد مقبل بن حميد بن بخيت بن عمر المنصوري. والمركز الخامس هنا متواجد الان الذيب سعيد بن سهيل بن مهنا المحرمي، من يقدم لنا الذيب. وصل الى المركز السادس. المركز السادس الان متواجد حشيم سعيد بن سليم بن حربي العامري، وصل الان واحتل المركز السادس. المركز السابع قادم الان شاهين احسيد حمد بن احمد بن محمود مع المركز السابع. والمركز الثامن، المركز الثامن شاهين عمر بن حمد بن سيف بن تميم الاكتبي. وصل الى المركز التاسع، هذا هو التاسع اللي عليه رقم 12 اسم مسامح سعيد بن عبد الله بن راشد الاكتبي. والمركز العاشر عندك يا بن حمودة اللي هو رعد حموده بن محمد بن حموده حموده بن محمد بن حموده الظاهري. هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى. Thank you.
وصلنا الان بعد ما عدينا العشر المراكز الاولى نسير بهذه اللحظات الى مقدمه هذا الشوط الى المركز الاول. معزم هناك معزم ولكن مغرور مغرور يا مغرور بدا الان يسيطر مع مقدمه هذا الشوط. مغرور لسيد ناصر بن مغير العميمي بدا يسيطر مع المركز الاول سيطره كامله وسيطره وحاله، بينما المركز الثاني شاهين قادم الان اللي هو المركز الثاني لا زال هي شاهين. غير شاهين مع المركز الثاني لدكتور سعيد بن سالم الشيخ، والمركز الثالث معزم محمد بن سالم بن ذويب العامري. وصل بن مهنا وصل مع الذيب الذيب يا الذيب بدا الان يتسلل من موقع على موقع. الذيب سعيد بن سهيل بن مهنا المحرمي راح مع المركز الثاني. يا سلام هذه المعركة الثلاثية. اهالي رميلة متواجدين مع مقرور، اهالي وادي المسعودي متواجدين ايضا مع وجود الذيب، واهالي غشابة قادمين بهذا الشوط مع الدكتور سعيد بن سالم الشيخ. ووصلوا اهالي المسعودي اخرين يقدمون الذيب محمد بن سالم بن ذويب العامري. الأربعة المراكز الأولى نتأخر نسير إلى المركز الخامس. شوف المركز الخامس، شوف المسافة بهذه اللحظات. المركز الخامس هذا هو متواجد الآن قادم بهذا الشوط اللي هو شاهين محمد بن عبد الله بن محروم المحرمي مع المركز الخامس. والمركز السادس متواجد الان راهي محمود لسيد محمود بن علي بن محمد الجنيبي احتل المركز السادس. المركز السابع هناك اللي واصل يا سلام وصل بهذه العباد قادم الخصوب سعيد بن عيلان بن عبد الله المثير يحتل الان المركز السابع. والمركز الثامن وصول من قبل الان هذا هو مستريح سعيد بن حمد بن قناص العامري. والمركز التاسع متواجد راهي مسعود بن علي بن محمد الجريبي ايضا يقدم لنا راهي بهذا الشوط، يقدم اكثر من اعتاد ولكن اشوفني اروح مع مقدمتي هذا الشوط. نكتفي بهذا القدر، بنسير على مقدمتي هذا الشوط. بدينا وين الموقع وين بهذه اللحظات مع لائحة الاعلان الكيلو المتر الاخير، كيلو الامتحان وكيلو الصراع وكيلو الناموس على مقدمة هذا الشوط. هذه راح الذيب على مقدمة هذا الشوط. الذيب يا الذيب مع المركز الاول سعيد بن سهيل بن مهنا المحرمي ما شاء الله بدا يغادر مع مقدمة هذا الشوط، ولا كان اشوفني بن قناص واصل مع المركز الثاني مع مستريحة. هذا هو مستريحة قادم مع المركز الثاني سعيد بن حمد بن قناص العامري مع المركز الثاني بهذه اللحظات. ونقول قوة الوامر، روح اللي بتروح بن مهنا بن قناص العامري. يا سلام يا سلام، الذيب ما حركوا الذيب بلا أوامر بلا أي تعليمات. يقدم لنا الذيب سعيد بن سهيل بن مهنا المحرمي ما شاء الله. روح يا مهنا روح اهالي المسعودي يطالبونك بالسلام. ونقول ما شاء الله عصاف بطانه بلا اوامر ما شاء الله بلا اي تعليمات، راح بالفوز راح اهالي المسعودي. اسعد الله صباحكم بكل خير على فوز الذيب بالمركز الاول. ما حركه ولكن المستريحه اللحظات الاخيره تهانينا وناموس سعيد بن سهيل بن مهنا المحرمي المركز الثاني، مستريح سعيد بن حمد بن قناص العامري المركز الثالث، الخصوب سعيد بن علاب عبد المهيري المركز الرابع، علي بن حمود الظاهري المركز الخامس، مغرور ناصر بن مغيل العميمي. توقيت الزمني سجل 9 دقائق 25 ثانية و22 جزء من الثانية اللي هو ذي